السلام عليكم المشاهدين ديال ماميتي، ديري لاباس عليكم. رابابيتي وماميتي جاو عندي هنا لفرنسا، مرحبا بهم. نهار كبير هذا، الله يبارك فيك بنيتي. الله يبارك فيك. يجيو عندنا راه حنا ما كندانا فرحه، تبارك الله. فرحنا انت يجيو، الحمد لله. عياو فيهم بلاتي، دابا نجيو ولا مره اخرى لهنا لهنا، بقاو يديروا فينا. مي الحمد لله جاو. طيب خليهم لينا. بابي تبقى تعب، الله يسخو يتي، مسكينه ما جاتش. الله يخليك صحيحتك. راه قالت لي ملي غتجي، قالت لي غتجي. لا استحي، لا ما جاتش راني غنتخاصم معاها. صافي غتجي، غتجي غنديوها في الطريق، نديوها معنا. خاصها ضروري تجي. ايوا الحمد لله. حنا دابا غندايرين الحوته، شارين السومو. الحوته تبارك الله. السومو غادي نعمروه، غنصاوب ليه انا الشرموله ديالو، وغنعمروه بالشعريه الصينيه، وغنديروا معاه شويه الخضير. حنا دابا غنصور لكم هذا الشيء باش تشوفوا معنا اش كي غنديروا لهذا الشيء. بسم الله. نديرو شويه الثومه، شويه الملح، شويه الابزار. اول شيء غنديرو شويه الهريسه، هريسه ديال المغرب. ها نتوما حنا راه نجيبو شوف الشيء ديال المغرب ضروري، حتى العطريه عطريه المغرب. نجيبو العطريه اللي غدير لنا العام. تريد خارجه لمك، تمك تي كتجيب ديال الكواليتي ديال هنا، ما تابنا ما فيها ماضع، تشريها وينقرعو وما تبنى لك حتى وحده. انا درت شويه الملح، البزار، خرقوم، سكنجبير، هذه الثومه كنت كنطحن فيها قبل، مي غادي نديرها من بعد. شويه الكمون، الحوت راه كيبغي الكمون. الطحميره هذه حلوه، ما حاراش هذيك الطحميره، حمر عاديه. درتي هريسه نازل، هي جايه في الطريق. الطحميره كنبغى نقوي في الحوت، والهريسه حاره. ها حريسته مع الليمون الزيتون وقنيطره. ها نجيبوها ونديروها في الكونجيلاتور، بقا نجبدو غني نبغاو نجبدو. غندير شويه الحامض وشويه زيت العود. انا راني مولفة خدامة، راني دابا جالسة مع بابيتي ماميتي. الله يرضي عليك. الله يسهل. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانين الحمد لله. شكون اللي داوي؟ لا داوي مولا الحانه، مولا هادشي، مولا هادشي. هيا بديتي سرت دير لنا حوته وسرت تصور فيها، الله يرضي عليك منيتي، الله يفرجك برضا. امين اماميتي. عاجي وعدنا، عاجي وعدنا، عاجي. وانا كنطحن في القزبر ومعدنوس، نطحنو باش نديرو مع هادشي هنايا. صافي دابا شد عشر. ها هو قطعت القزبر، هذا قزبر ومعدنوس. وندير شويه هنا ونخلي شويه باش نديرو في الخضره. وهذه غنفلحها بالموس. الموس راه ملفوف. هادي ما خا هادشي راه دخلنا المغرب، موس حاده اللي برد القلب. مرحبا بكم والف مرحبا، اجا عندنا مرحبا بي. بارك الله فيك بنيتي، الله يرضي عليك، الله يصلح لك وليداتك. امين. ماما غير في المغرب، قلت لها ما تجيش غنرجع مش عاد بنتي وحدي. وي يونس، حتى تسمع يونس. ديك نعمرها هكا، كتعمرها بالشعريه الصينيه ولا بالخضره، ولا باش ما بغيتي تعمرها كتجي زوينه. وديرها في الفران، ديرها في الفران طيب على خاطرها، ما كتاخذش بزاف د الوقت هاد الحوته، راه دغيا دغيا هي خاصها تشرمل وتخليها شويه تشرب العطريه ديالها. بقات براسها هي. كنخليو لها حنا الراس، كيطلق البنات هو. تبارك الله. ها هي الحوته، ها عندنا غنعمرها من بعد بالشعريه الصينيه. تبارك الله. ما يبيان باسون. نمشي بتسوق نو.
بقات عار الله يسختيتي شي ماء مسكينه كانت باغا تجي الساعه مسكينه بقات في المغرب صافي تفرج الفيديو غتشبع هي تشبع الشبع مسكينه خاصها تجي راه قالت لي غتجي وما جاتش خاصه من وياه حتى الخط الاخر وجي تجي الراجل ان شاء الله الله يجيبو على خير تا هو ان شاء الله الله يسهل عليه جيو نبيل دير شويه للراس تا هو باش ما يبقاش فيه الحال تا باغا تجي معايا مسكينه قالت كنمشي معاك بابا والطروبي جات خاويه بلاصتها كاينه واش غندير لها انا بغات تبقى في المغرب واش غندير لها المغرب اللي دار لها المغرب اي مابقاوش بها المغاربه مابقاش من المغرب لهي ما باديش الشعريه الصينيه اللي غنعمر بها انا الحوته ندير فيها العطريه وشد الزيتون نقطعو على المسحوم باش طلق ومن بعد ندير فيها العطرية ديالها أنا درت لها الما يطيب عا شوية عاد ديرو عاد طلق شوية ونحيدها نسقطرها وندير فيها العطرية هادي مع الزيتون الزيتون مقطع دواوة لأن باقا غير محطيتش شلل اه وغنعمرها من الداخل ونزيد شويه الهريسه ونعمرها من الداخل وغنخيطها ما نخيط ما تخيطها يا ما دير لها داك الكوردون وداك العود ديال السنان باش يشدها وصافي وغنحطها في الطاوله اللي غتدخل الفران ومن بعد غنصايبوا الخضره اللي غنديروا مع الحوت مع السخون غادا تهبط شويه بشويه غادا تهبط نخليها تنزل وغنصفيها ما نخليهاش بزاف حيت الا بقات كتهرى تولي كتدير عب وحده غنقطعها بالمقص وندير العطريه وغنجبد الزيتون وغنعمرها معكم وغتشوفوني كيفاش غنعمرها هاي الشعريه الصينيه مني درتها في الماء سخون وقطعتها شويه بالمقص والزيتون الخضر وهذيك العطريه الشرموله ديال قبيله هي باقا هنا نزيد فيها عاد خرقه نسيت قبيله ما درتوش درع شويه ديال الملون وصافي زيد كمان زيت شويه مزال شوف الهريسه ثاني نزيد الهريسه وغنخلط دابا هادشي هنا هي باقا سخونه الشعريه تشيل كيبغي العطريه وكيبغي الحار كل ما كانت الهريسه حاره وداكشي كيجي بنين الحوت كيبغي الحار بصح خلط كلشي وهاد الشط دابا غنخلطو مزيان بهذا الشيء شويه زيت العود هذا راه زيت العود هذا ماشي زيت الرومي الملح ما قويتش بزاف مع درت الحامض درت الحامض ودرت شويه الملح كمان ما بغيتش نقوي الملح دابا انا غنبدا نعمر نحط هذا هنا باش تكون قاده معايا وهاد لالا مولاتي غندورها هوك لالا مولاتي الله العروسه هاني بسم الله على بركه الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك يا رب امين نهار كبير هذا بابيتي كشتو عندنا مرتو علينا الله يبارك فيك الله ما قاد انا فرحه تبارك الله عليكم الحولي تبارك الله على الحوته هادشي كلشي قليل في وجهك الله يبارك فيك كلشي قليل في وجهكم الله يخليك صحيحتك ان شاء الله عرفناش نديرو باش
نفرحوكم وتجلسوا معايا. الله يرضي عليكم، الله يسهل عليكم. اللهم امين بقيتي. كون عندي وعدنا ديما. يا ورا البعد ابنيتي البعد راه. ما قلت حتى شويه في الراس. ندخل الفران معليش. ومن بعد غنخيط هادشي كلشي غنخيط. البعد شويه راه ماشي. هو بعيد الحال. راه جايه 1400. كما جيتو في الجنوب وحنا جينا في لونور ديال فرنسا. 1400 كولومبيا. دابا بعيد شافو هكا وصافي. العام انا مشيت للمغرب ما قلتش بزاف. 16 يوم. خدمه ما كاينش كونجي بزاف مشينا جري ونجيو نجري. الحمد لله. هذا ما يمشي يطلع على ثاني لا ويشوف. ولا ما كاينش. الحباب والخوت. ولا ما يمشيش بصح نيت. نتوحشوا المغرب ونتوحشوا دمنا ونتوحشوا عماتنا وعمامنا وخوالاتنا وخوالنا. الحمد لله. وما جدود الله يرحمه مساكن بقى عندنا عجداتي موت مانيتي مسكين الله خلاها لينا وعطاها صحيح حتايا. امين امين. يلا انا دابا غادي نخيطها ومن بعد نوريها لكم قبل ما نديرها في الطاوه ديالها. هي دابا معمشرمله وغنخليها شويه عاد نديرها في الفران. نخليها بعدا تشرب شويه العطريه وعاد نديرها في الفران. يلا ونرجعو معاكم. ها حنا ملي شرملتها عمرناها بالشعريه وبابيتي اللي خيطها. بابيتي دار لها الخيط هذا الخيط ديال الطياب هذا الخيط. درت لها العمليه ديال الطبيب. بداها من هنا ومشات لهنا. من فم وجدتها لهنا. والله الا باش ما تخرجش الشعريه مني طيب ما تخرجش حتى مني طيب عاد نحيدو هذاك دغيا دغيا. مع الحوت غيكون طيب. وانا درت شويه خضيره هنا مي انا ما معولاش على هاد الخضره. معوله على خضره اخرى. الله عليك اسيها تبارك الله. خضره اخرى غتجي في الجناب. تبارك الله تبارك الله. صحتكم بابيتيات عجبكم هذا هو الربح. عاد تفرجوا الفيديو وبارطاجيو الفيديو. وانا درت شويه شرموله بحال ديال قبيله درت فيها الزيتون وداك الشيء اللي درت قبيله درته هنا الثومه والقزبره ومعدنوس درت فيها شويه زيت العود كلشي. زيت العود كاع ديك العطريه اللي درت انا قبيله غنديرها هنا لهاد الخضيره وهاد لاصوص اللي غيبقى ليا غنديرو في هذيك الخضيره ديالي انا اللي غادي نطيب من بعد. انا الخضره الاخرى ما غنطيبهاش مع الحوت. هادي غتدخل الفران ديريكت. هادي غتدخل الفران مي مكتعطلش بزاف الفران دغيا دغيا. هنا درت طروف هاد الحامض مطيشة بصلة دواوار الفلفل الألوان درت هاد الطوماط سوغيز هاد مطشة صغيورة هاهي. بابا شدها لا دار لها درت لها وحدة في فمها كتاكل مسكينة. بابيتي خطير. غطيناها بالمطيشة وكتاكل في المطيشة. هي تغدى. هادا هكا دابا غنكادا غندير ليها لاصوص ديالها. غنزيد شويه الماء حيت هي غطلقتها هي الماء ما تخويش فوق منها هي وهي صافي خدات وشبعات عطريتها هي فوق منها بصح هي خدات حقها نزيدو عا شويه هكا ونخليوها غنديرها في البوطا الناقصه عندي انا الفران ديال الضو 180 الحراره ونخليوها طيب على خاطرها والحوت راه دغيا دغيا حيت الشعريه الصينيه طيبه والحوت راه دغيا دغيا طيب وهذه هما طيشوا في الفلفل دغيا دغيا زربانين حتى هما صافي بارك الله الصوص بارك الله يرضي عليكم آمين. يا الحوت الطيب احنا الحوته مني خرجناها من الفران طيبت عب وحده مع ديك الخضيره اللي وريتكم قبيله مني طابت مشيت صوبت انا الخضره ديالي اللوبيا والخيزو سلقت وعطرت والعطريه راه على الكمون والملح وبزار كما الناس كلشي كيعرفوا كل يشربوا وهذه راه الخبيزه الخبيزه البقوله الخبيزه ايوا صافي بصحتنا وبصحتكم وقبلوا علينا بابيتي وماميتي الله يرضي عليك ان شاء الله الله يرضي عليكم والله يخلف عليكم يخلف عليكم ان شاء الله الله يقوي عليكم بخير الصحه والراحه هي دارت لنا حوته طيبتها عمرتها انا كاع ما كنت معاهم كانوا مايا بجوج صايبه انا وبنتي انا وبنتي حتى المراه ما كانتش انا وبنتي ايوا كانت الدريه بنتي مسكينه الله يرضي عليها السلام علينا السلام عليكم والسلام عليكم وفيديو اخر ان شاء الله يا رب الله يعطيك الصحه بنتي الله يخليك يا ربي ما تنساوش اللايك ان شاء الله وفرقوا الفيديو مع لي زابوني هكا كلوا راسيام باش تطلعوا سامر راسيام طلعت الفيديو باش يطلع ابوني ان شاء الله ايوا ان شاء الله يلا السلام عليكم وفيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم الله يعطيك الصحه والراحه